النجوم خلقها الله سبحانه وتعالى لثلاثة أشياء، هذا فيما علمنا الله: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. فمن تأول فيها غير ذلك، غير هذه الثلاثة، أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. لأن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. علم التسيير أن يستدل بالنجوم على أوقات الزرع وفصول السنة والجهات وجهة القبلة، جائز وقد يكون واجب كالاستدلال على جهة القبلة، تمام. علم تأثير أن يستدل بالنجوم على الحوادث الأرضية، فإذا يعتقد أن النجم مؤثر بذاته فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإذا يعتقد أن النجم سبب وهو ليس بسبب هذا شرك أصغر. ما علاقة هذه النجوم؟ لا أقسم بمواقع النجوم، لا، يعني انتبه، أقسم لله سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم إلا بالله، ومن حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. وتجعلون رزقكم، يعني تجعلون ما رزقكم الله تكذيبا، حيث تنسبون النعمة إلى غيره إلى النجوم وتشركون به. والناس ينقسموا عند النعمة إلى مؤمن وكافر، نسأل العافية والسلامة. كيف تنسب نزولا الغيث إلى المخلوقات؟ مطرنا بفضل الله ورحمته. إذن علم النجوم ينقسم إلى قسمين: علم تسيير وعلم تأثير. طيب نراجع ونتوقف إلى بعد المغرب إن شاء الله تعالى. نعم، ماذا أخذنا؟ من أعمال الشياطين السحر، حدر الساحر ضربة بالسيف، من يقتله؟ أنت السلطان، تمام، لأن الحدود ما يقيمها إلا السلطان. نعم الشيخ، ها، نعم، طرق السحر كثيرة، نسأل العافية والسلامة، لابد أن ننبه الناس عليها. أسماء السحر عندنا أسماء للسحر، وتنوعت الأسباب والأنواع، وسائل الاتصال والقنوات ورسائل نعم، التمائم، والله ما أسمع التمائم، نعم قول، إيه، نعم. عندنا قلنا رقية شرعية ورقية شركية، وقلنا التمائم كلها من الشرك، إذا كانت من القرآن فهي محرمة. غيره أخذنا التطير أنه شرك أصغر وقد يصل الأكبر. علم النجوم علم تسيير وعلم تأثير. زيارة القبور ثلاثة أقسام: زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. نعم، رد الشبه، أنها شبه وانتهى الموضوع، ولا تسمع ولا ترسل ولا تفتح الرسالة فيها شبه، ولا تسمع لأهل الباطل، ولا تسمع إلى من يسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولا الصحابة ولا الأئمة ولا غيرهم، صح؟ اي نعم. النهي عن الغلو في الصالحين، لأن الغلو في الصالحين سبب الكفر قديما وحديثا، والغلو إما مدحا أو قدحا كما حصل في عيسى عليه الصلاة والسلام، فالنصارى غلوا فيه مدحا، واليهود غلوا فيه قدحا، وأهل الإسلام توسطوا فيه. نعم، قلنا هذا الكلام كفر عندما تقول سحر موسى، أعوذ بالله، أو ما يقول سليمان عصى سليمان أو كذا أو كذا عليه الصلاة والسلام. حتى أصبح قلنا هناك من ينسب السحر إلى الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وفانوس سحري ومصباح سحري ومفتاح سحري، صح، وسحري وسحري. نعم، الرقية إما رقية شرعية أو رقية شركية، وقلنا نستطيع أن نعرف الساحر إذا اختل شرط من شروط الرقية أو العقد مع النفث، أو يأمر المريض بأشياء محرمة مخالفة للشرع،
أو أنه يتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يسأل عن اسم الأم، يدعي معرفة ما في الضمير، يدعي معرفة الغيب، يدعي معرفة الأشياء الضالة والمسروقة. وقلنا السحر إذا وقع إما أن يحل بطريقة مشروعة أو ممنوعة. المشروعة الرقية بشروطها أو بالأدوية المباحة كشرب العسل أو الحجامة أو بالدعاء، وغير هذا ممنوع. وقلنا لا يمكن أن يحل السحر بسحر، مخالف للكتاب والسنة وقال الصحابة والسلف والأئمة، وتقويل السحر وتضعيف التداب القرآن، وهذا مظنون. كيف نترك اليقين وهو التداب القرآن والصبر وما إلى ذلك، وأن هذا الساحر المعالج لا يمكن أن يعالج المريض حتى يتقرب الناشر المنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور، وزاده السحر على سحره، فماذا يصنع؟ يأخذ بالوسيلة المشروعة ويدعو الله سبحانه وتعالى ويصبر. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. نعم نعم، قلنا أن القبر لا نشد الرحال حتى إلى المسجد، مسجد قباء، ولا إلى مسجد النبي صلى الله عليه ولا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نشد الرحل لزيارة المسجد النبوي، وصلنا نزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من تمام المحبة، لكن النية والقصد وعلى قصد وعلى نية زيارة المسجد النبوي. جزاكم الله خير. نعم، من قال لك أنه هذا جني مسلم؟ من قال لك؟ الآن لو واحد وراء الجدار هنا يكلمني، أنا أضمن أنه مسلم أو كافر؟ لا. ثم من أقوى، قلنا الجن ولا الإنس؟ ها؟ من؟ وش تريد بالجن؟ التجئ إلى الله سبحانه وتعالى، صح؟ والحمد لله. يا أخي اقطع العلاقة، ما لك علاقة بالجن أنت؟ إحنا الإنس ما خلصنا فيها ونطلع من الجن. الله أكبر.